بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. سهره رياضيه جديده اليوم وملعب اون تايم سبورتس، وحلقه كلها اخبار، حلقه خبريه النهارده اتمنى انها تعجبكم باذن الله. وطالما عندنا اخبار كتير يبقى نبدا على طول بحصري مع شوبير. طيب، حصلت جلسه ما بين كولر ولاعيبه النادي الاهلي عقب الخسارة والهزيمة من فلومينينسي الغير مستحقة، لكن خلاص اللي حصل حصل. الراجل قال كلمتين مهمين جدا. الأول هو صمم انه يعمل تمرين، اللعيبة كانت نفسها في راحة، لكن صمم انه يعمل تمرين عشان يخرجوا من الحالة اللي هم فيها، وادالهم بكرة أجازة، أو على رأي اخواتنا الإسكندرانية عطاهم بكرة أجازة، وقال لهم لازم نطلع من هنا بميدالية، لازم نطلع من هنا وإحنا معانا حاجة، لان ده هيأثر على مسيرتنا في باقي الموسم. كنا نستحق اللعب في النهائي مش اقل من احنا نبقى ثالث كاس العالم يعني. وبالتالي الراجل النهاردة كانت الجلسة مهمة جدا، وقال لهم انتوا ما قصرتوش في اي شيء، ما فيش عليكم اي لوم، كل لعيب ادى اللي عليه سواء اللي بدأ او الاحتياطي، ما حدش على الاطلاق قصر، وهو منتظر الفوز باذن الله امام اوراوا دايموند الياباني، وعنده ثقه كبيره جدا جدا في اللعيبه. قال لهم ان دي كره القدم، فوز وخساره، وده امر طبيعي بالنسبه للجميع. اعتقد انها خطوه كانت مهمه وممتازه من مارسيل كولر. اسمعوني بقى كويس، لان انا ايه، كل الاهلاويه الاخبار اللي عايزين يسمعوها هيسمعوها في الخبر ده، مهم جدا. اول حاجه مودست اخباره ايه؟ مكمل. نعم مكمل. اللي قاله واللي اكد عليه مستر مارسيل كولر انه رهانه على مودست ما زال قائما، وانه مودست هيبقى له دور كبير جدا مع الفرقه خلال الفتره القادمه، وانه واجه سوء حظ عالي جدا في كاس العالم للانديه، وانه مش قلقان عليه على الاطلاق، وما زال رهانه عليه قائم بشكل غير عادي. ده بالنسبه لمودست، وقال انا عارف انا بقول ايه، وعارف بتكلم ازاي، وعارف انه هينجح ازاي. ده واحد، خلاص كده مودست. الكلام اللي اتقال بقى على سوزا او مفيش، لانه انت خلاص لعبتك الاجانب موجودين، فمفيش حد، مفيش تفاوض لا سوزا ولا غير سوزا ولا يحزنون، رغم اعلان سوزا انه فري وانه مش هيكمل مع شيمبوك الكوري. خلاص ادي نقطة. النقطة التانية اللي الناس عايزة تسمعها، خبرين مهمين. عمر كمال عبد الواحد، عمر كمال عبد الواحد اقترب جدا 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 من التوقيع للنادي الاهلي. المفاوضات اوشكت على النهاية، وخلال ساعات او ايام قليلة مقبلة بتنتهي الرتوش الاخيرة في عملية انتقال عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر الى النادي الاهلي. خلاص ادي الخبر التاني. الخبر التالت، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، اكيد سمعتوا انه في تفاوض او في مفاوضات من بعض الاندية السعودية مع النجم محمد الشناوي، بالتحديد اتقال نادي ضمك السعودي. حتى الان مفيش حاجة رسمية، يعني اللي انا بقول لك عليه لحد دلوقتي مفيش حاجة رسمية، لكنه كل الاجواء اللي موجودة في السعودية بتقول انه احتمال يكون قريب في عرض رسمي لمحمد الشناوي. لكن الاهلي تلقى عرضا رسميا، لم يتلقى عرضا رسميا. كلام في كلام في كلام مع الناس، مع المسؤولين في الاهلي في السعودية حصل. ناس بتستفسر، ناس بتسأل، ناس بتقول، ناس بتتكلم، ناس عايزة تعرف المستوى اللي ظهر بيه الشناوي في المباراتين، سواء امام فلومينينسي او في المباراة الاولى امام اتحاد جدة، غير الاداء اللي بيقدمه مع منتخب مصر، غير الاداء اللي بيقدمه مع النادي الاهلي. يعني خلى القصة بالنسبة له عالية جدا، واحتمالات ان يكون في عروض لكن حتى اللحظة دي لا يوجد عرض رسمي لمحمد الشناوي. اعتقد النادي الاهلي امامه تحدي صعب. نطلع من الاهلي نروح على الزمالك، نروح على زيزو. اولا زيزو ايه يا جماعة الموضوع؟ اتباع؟ جه العرض ولا ما جاش العرض؟ لا اتباع ولا جه العرض، امال ايه؟ الوكلاء بيتكلموا، وكلاء اتكلموا اكتر من مرة. طب الوكلاء بيقولوا ايه؟ بقى عايزينه، بنتكلم في 6 مليون، في 7 مليون. الزمالك قال لك والله انا ما بعترفش بالوكلاء، انا بعترف يجي لي فاكس، يجي لي ايميل، يجي لي اي حاجة رسمية من النادي الفلاني، نحن نطلب اللاعب احمد مصطفى سيد
الشهير بزيزو. ها جاء؟ لا ما جاش. طب انت كنادي زمالك بتتكلم في، قال لك والله احنا بنتكلم من 10 مليون ل 15 مليون دولار يعني، لكن اصلا واحنا هنتكلم ازاي؟ لانه انا ما جاليش حد. يعني كل ده كلام وكلاء لاعبين يعني، بس التفاوض دايما بيبدا من وكلاء لاعبين يعني. فالزمالك نفى نفيا قاطعا وجود اي مفاوضات رسميه بينه وبين اي نادي سواء في سعودي او غير سعودي لضم احمد سيد زيزو. الزمالك بيقول على طول كده كلمة واحدة، الحسم مطلوب. طالما اتكلمنا على زيزو لازم نتكلم على فتوح، احمد فتوح. ايه قصة احمد فتوح؟ في انفراجة؟ في انفراجة. طب ايه اللي حصل؟ يعني الوسطاء المحترمين دخلوا، من ضمنهم احد رجال اعمال او الاعمال ما سبقش لي انه تولى منصب رسمي داخل الزمالك، يعني مش الاستاذ ممدوح عباس. خلاص دول داخلين بيتكلموا عشان ينهوا موضوع فتوح مع نادي الزمالك او مع مجلس ادارة نادي الزمالك، وينهوا الازمة واللاعب ينضم بقى خلاص ويتمرن ويحاول انه يشارك في المباريات، لانه فيتوريا مصمم عليه. وانا قلت بوضوح شديد جدا لو الولد بيلعب وفيتوريا خده حقه 100%، لو ما بيلعبش وفيتوريا خده يبقى بصراحة ملوش أدنى حق على الإطلاق، عشان برضو تبقى القصة واضحة. دي مش قضيتي دلوقتي. طيب فتوح متجاوب؟ متجاوب، بس هو بيقول لك يا جماعة أنا ليا فلوس مستحقات متأخرة، من فضلكم ادوني مستحقاتي المتأخرة، العقوبات إيه اللي بتعملوها والحاجة أنا متقبلها، لكن مستحقاتي ويعني نتفق على بنود التعاقد. يعني ولاد الحلال الوسطاء المحترمين شغالين بشكل جيد في هذا الموضوع دلوقتي، وبيحاولوا يشتغلوا عليه وبيحاولوا يقربوا من وجهات النظر. ايه اللي هيحصل؟ ننتظر عودة الزمالك من انجولا والامور تظهر. عودة الزمالك يعني ما هو يعني في ناس مسؤولين موجودين هناك في انجولا وفي ناس شغالة هنا في هذا الامر، لكنه بالتأكيد هناك انفراجة، يعني في باب اتفتح، اللي باب كلها كانت مقفله دلوقتي في باب اتفتح من اجل التفاوض ما بين احمد فتوح ونادي الزمالك. اعتقد ان الزمالك مش محتاج ان الوقت يضيع اكتر من كده. طيب بقوله لك اهو، انه مصدر بنادي الزمالك كشف لنا عن حقيقه رفع ايقاف القيد وانه حول الغرامه لنادي سبورتنج لشبونه اللي هي حوالي 1.5 مليون دولار، مستحقات اتشيمبونج الغاني اللي هي 270 الف دولار و450 الف دولار القسط الاخير من انتقال سامسون من نادي كاراكاس الفنزويلي للزمالك. اللي حصل بالظبط، اللي حصل بالظبط انه النادي بيواصل مفاوضاته مع كل الاطراف دي، واللي حصل كمان انه النادي لم يحول اي مبالغ ماليه لاي طرف من الاطراف حتى هذه اللحظه، لكن اللي بيحصل ايه؟ في محاولات مستميته عشان يحلوا الأزمة وعشان يرفعوا أوقاف القيد خلال الأيام القليلة اللي جاية دي. المصدر قال لك إنه في تفاوض جد جدا 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 مع لشبونة إن إحنا هنبعت جزء كبير جدا من الغرامة وهيتبقى جزء آخر هيتم إرساله بعد كده. ده الناديين هيتفقوا عليه وبعدها يتم رفع العقوبة، رفع قصة إيقاف القيد عن نادي الزمالك. فالشغل الشاغل لنادي الزمالك الآن هو إنهاء الأزمة مع سبورتنج لشبونة، هيحول على قسطين، هيحول على ثلاث مرات، هي غالبا هتبقى على مرتين. المرة الأولى إذا كان المبلغ مثلا 1.5 مليون ممكن يحول 1 مليون وبعدين يحول نص، وإن الأمور بتسير في اتجاه الحل، بتسير في اتجاه الموافقة. النادي هناك سبورتنج لشبونة لأنه قبل كده أكثر من مرة حصل تفاوض وحصل كلام وحصل تفاوض وحصل كلام ثم لم يتم الالتزام به، فالنادي هناك كان قلقانين يعني. مع تدخل وسطاء، مع تدخل ناس محترمين ليس من بينهم فيتوريا، ليس من بينهم بريرا، الأساسي كان فنجادة وبعض الناس الوسطاء يعني، فتقاربت جدا وجهات النظر بشكل جيد. إجادة طبعا الأستاذ عمرو أدم هذا الملف بشكل جيد وإجادته للغة طبعا الإنجليزية، فسهل الموضوع بشكل شوية شكل قريب وقرب المسائل جدا. فالزملكاوية تقريبا على وشك ان هم يسمعوا اخبار جيدة خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله. كده تمام،
لسه مش هنقول سلام، احنا لسه مع حضراتكم، لانه لسه قدامنا كلام وكلام وكلام. هذا كل ما يخص الاخبار الحصريه اللي حضراتكم بتستنوها، خصوصا من القطبين الكبيرين الاهلي والزمالك. طيب تعال نروح للنادي الاهلي عزيزي المشاهد وعزيزي المتابع، وايه اللي بيحصل في النادي الاهلي. النهارده كان في تمرين، زي ما قلت لك اللعيبه كانوا مرهقين جدا. مباراتين تقال ورا بعض، مباراه اتحاد جده، مباراه فلمينينزي، فحاله من الارهاق الشديد جدا عند لاعبي النادي الاهلي، فكانوا بيتمنوا انه يبقى اجازه. ادي شايف انت مصطفى شوبير وحمزه علاء ومصطفى مخلوف الشناوي طبعا لانه لاعب فاستشفائي. هتلاقي اللي موجودين اللي هم مش يعني اللي في التمرينه الكبيره اللي هم ما لعبوش، هتلاقي الكابتن الخطيب في السراء وفي الضراء، في الفوز وفي الهزيمه موجود مع اللعيبه. اللعيب الوحيد اللي عنده اجهاد هو احمد نبيل كوكا. وكوكا ما اتمرنش النهارده كمان، وبكره هو راحه، فغالبا على بعد بكره الدنيا تبقى بقت كويسه بامر الله سبحانه وتعالى. خلي بالك اللي انت شايفه ده صلاح محسن، واللي قبليه كريم نيدفيد، دول مش في القائمه، ومع ذلك بيتمرنوا كما لو كانوا هيلعبوا المباراه. الراجل مرضاش يديهم اجازه، حب يطلعهم من المود بتاع الغضب والزعل والحزن، وده كان جميل جدا، وقال لك بكره اجازه. بكره ارتاحوا بقى لانه الدنيا مش حلوه ساعه الهزيمه، ف يعني احسن ان هم يتمرنوا، احسن ان هم يخرجوا من الاجواء الصعبه اللي كانوا موجودين فيها عشان يقدروا الدنيا تمشي بشكل كويس يعني. فانتهى الامر عند هذا الحد، واللعيبه اتمرنوا واتمرنوا بشكل جيد. بس الاهلي عنده مشكله. ايه هي المشكله؟ انه كهربا موقوف، عنده انذارين. وانا يعني اقول الكهرباء يا كهرباء، الناس كلها بتشيد بيك وبتشيد بشغلك وبتشيد بعملك وبتشيد بادائك، الانذارات اللي خدتها الانذارين مالهمش لازمه، مالهمش لازمه. ده انت في كاس عالم وانت اللي حليتنا يعني كراس حربة يعني. مودست او اطرد، كهرباء او توقف، صلاح محسن خارج القائمه، زعلوك اللي قدامنا خارج القائمه. لم يبقى امام الراجل الا انه يا اما يلعب بطاهر راس حربة، يا اما يلعب ببيرسي تاوي راس حربة. وبيرسي راس حربة بيبقى صعب يعني، وبيرسي لو لعب هيلعب على الجنب طاهر يعني، يعني هي القصه تبقى كده يعني. طبعا الاهلي افتقد بشده رضا سليم، ناس كتيره مش واخده بالها من رضا سليم. رضا سليم لعيب مهم جدا جدا جدا، الاصابه اللي جات له في مباراه سان داونز اثرت جدا جدا عليه، ضيعت عليه للاسف الشديد فرصه كاس العالم. يعني الاهلي كان متعاقد مع مودست ورضا سليم عشان دعمه في كاس العالم، ما استفادش من الاثنين، واحد اتطرد بعد دقيقه والتاني عنده اصابه في الكتف. وانا تواصلت مع دكتور اشرف محرم وهو متفائل جدا بسرعه عوده رضا سليم للملاعب، بيقول ان الحاله قريبه من حاله خالد عبد الفتاح وانه يعود للملعب باذن الله سبحانه وتعالى. لكن مش عايز اقول لك انه الحاله ورديه عشان برضه اكون امين، لا، لسه في حاله الزعل موجوده عند اللعيبه، وبداوا بقى يتكلموا وبداوا يتفرجوا على اللقطات على الموبايلات و و وكل شويه يقول لك ادي البنالتي بتاعت كهربا، والناس لسه بتشكك في ضربه الجزاء بتاعت فريق فلومينينسي. ايا كان ايا كان، مش هنقدر نقول حاجه غير انه خلاص قدر الله وما شاء فعل. بنالتي الاهلي كان ليه بنالتي صحيحه جدا بتاعه كهربا. انا بس الحقيقه نفسي الكابتن جهاد جريشه يقول لي هو بيحلل على اساس ايه. للامانه الشديده جدا انا يعني ايه، واحد كلمني مكالمه لطيفه جدا النهارده قال لي هو الكابتن جهاد جريشه كل مره يطلع خالف تعرف مع كل الانديه المصريه وحتى المنتخب، لما بتكون حاجات مهمه تلاقيه كل الناس بتروح على الصح، الكابتن جهاد رايح في سكه تانية خالص. لانه الكابتن جهاد الحقيقه يعني هو اكد ان ضربه جزاء في لومينينس صحيحه، وانا على فكره باكد مع انها صحيحه رغم انها يعني كلام عليها، لكن انا باكد انها صحيحه. خلينا اقطع الكلام وارجع لكم بعد شويه تاني. خلينا ارحب بالصديق العزيز عارف العواني الامين العام لمجلس ابو ظبي الرياضي. مساء الفل عليك يا صديقي العزيز. مساء الخير يا كابتن شوبير، عليك وعلى أستاذ المشاهدين وعلى الشباب كلهم في يوم سبورت. منورنا ومشرفنا كالعاده. بالعكس الشرف لنا، ان شاء الله نكون دايما معاكم. حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب. طيب انا عايز الاول الناس بقى كلمه مجلس ابو ظبي الرياضي على كل لسان دلوقتي،
مجموعة جميلة جدا موجودة في هذا المجلس. عايزك تعرفني شوية على المجلس، على المهام الرائعة اللي بيشتغل بيها. وانا عرفت كمان ان انتوا ما شاء الله كلكم شغالين رياضة وبتلعبوا بدل وساعات تلعبوا مباريات كرة قدم. مهم جدا انك تقربنا شوية من المجلس ومن الافراد ومن النشاطات اللي موجودة عندكم. سؤال مفاجئ كابتن. بالنسبة لنا نسبة الرياضي هو عبارة عن يعني مؤسسة رياضية تعنى بتطوير رياضة في إمارة أبو ظبي. نعم. ودعم رياضة على مستوى دولة الإمارات بالتأكيد. ودائما يعني نحن نشتغل من ضمن النهج اللي موضوع علمنا من خلال سمو الشيخ نيان بن زايد رئيس مستوى الرياضي والاحتراف. والقيادة الرشيدة اللي دائما عمها أن تتحقق جودة الحياة لجميع المجتمعات اللي موجودة سواء مجتمع رياضي أو مجتمع دولة الإمارات. نعم. ومجتمع أبو ظبي بصفة خاصة بكل مدنها. نعم. فبالتالي يعني نحن معنيين بتطوير الأندية اللي موجودة الحمد لله عدد 22 نادي تحت مظلة التطوير الرياضي، هذا بالإضافة للأندية اللي هي الأندية الكبيرة اللي هي الفئة الأولى اللي تشمل الأندية الألعاب الجماعية. نعم. طيب. وبالتأكيد يعني يمكن نعم. أنتم عارفين من خلال تعاون الفعاليات لأن نحن لنا دور كبير في أن ندعم السياحة الرياضية. صحيح. سياحة تحتاج الجميع، تحتاج سياحة مؤتمرات واقتصاد، نعم. تحتاج سياحة طبية وبالتأكيد تحتاج سياحة رياضية تكون موجودة في هذا الجانب. نعم. أيضا أما موضوع التداول والعلاقات الموجودة بيننا وبين مصر فهي علاقة الأخ بأخيه يعني طبعا كما وصف المصور للشيخ زايد ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات حفظه الله وفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي اللي قاعدين يضربون مثال نعم قوي على التعاون ما بين البلدين والحكومتين وجميع القطاعات السياسية والاقتصادية والمجتمعية وبالتالي لابد ان احنا نكون في القطاع الرياضي ايضا نعم. على نفس النهج اللي قادتنا يعملون به. طيب خليني اسالك عن كاس السوبر القادمه، لكن لازم في البدايه اقول لك مدى النجاحات السابقه وهل ده اللي خلاكوا دائما وابدا بتسعوا الى استقبال هذه البطوله والى هذه المنافسه على ارض الامارات الشقيقه، النجاحات السابقه وايضا توقعاتكم للبطوله الجديده بعد تغيير نظامها من مباراه واحده كانت غالبا ما تجمع ما بين الاهلي والزمالك واحيانا الاهلي والمصري واحيانا الاهلي وبيراميدز، الان اصبحت بنظام زي ما يكون كاس مصغر واربع فرق مشاركه فيها. وما هي نصيحتك للجماهير المصريه المتواجده في الامارات؟ بالتاكيد يعني كاس السوبر يحظى المصري يحظى باهميه كبيره. نعم. من واقع اهميه الفرق اللي تشارك فيه يعني وبالتاكيد ما يخفى الكل وجود الزمالك وجود الاهلي في هذه البطوله هذه دائما يخفي عليها اثر كبير ومش فقط في السوبر ولكن حتى في منافسات حتى المباريات الكلاسيكو اللي تكون موجود سواء تكون نعم. في ملعب الاهلي او ملعب الزمالك نعم تحصل فيها الضجه اللي على مستوى الوطن العربي كامل. نعم. اما بالنسبه للسوبر فهو كان نتاج يمكن فتره محتاج النقاش فيها، نحن كنا نسعى الى استعطار فعاليات رياضيه وبالتاكيد كان في نفس الوقت في تفاهم بيننا وبين الاخوه في الاتحاد المصري وشركه البرزنتيشن نعم على ان رغبة في ان الجمهور يكون متواجد والناس تذكر يعني الفترة اللي كان فيها الجمهور ما عنده امكان يحضر المباريات. نعم. فبالتالي كانت التعاون مبني على عدة عوامل مختلفة ولكن بالتأكيد مثل ما قلت صار في نجاحات كبيرة من خلال النسخ اللي مضت وكان في نقاش في الفترة الماضية على انه لابد ان احنا ننتقل ب قفزه نوعيه بحيث نعم. السوبر بالتعاون طبعا مع الاخوه في الاتحاد بالتعاون مع الشركه المتحده والبرزنتيشن ان ننتقل من النقله الى ان نكون في اطار انها تكون اول سوبر عربي نعم نظام الاربعه فرق نعم والحمد لله ان هذا يعني متاملين انه يتحقق ونقيت نجاح ان شاء الله في خلال الأسبوع القادم بتواجد الفرق
بالتأكيد الأهلي بطل الدوري اللي ما شاء الله يعني شاركهم شرف العرب في كأس العالم للأندية، ووجود درمت النادي اللي منضم بحيث انه يكون على الخارطة الأفريقية وقاعد يؤدي نتائج على المستوى الأفريقي، نتائج تعتبر جيدة، وهذا إضافة انه يكون عندك أندية زي ما كان في السابق، يعني أندية كثيرة من مصر، تتكلم عن المقاولين، عن الإسماعيلي اليوم. نتمنى الكل يرجع، وجود حتى درمت راح يساعد ان الأندية الأخرى بعد تكون موجودة وترجع الفرق المصرية مش فقط مقتصرة على الأهلي والزمالك، لا تكون عندك قاعدة. ما قدمت فيوتشر خلال الفترة الماضية بعد يشهد له فوزه بكأس المحترفين، يعتبر شيء مميز بالنسبة للكرة المصرية ان الفرق المستثمر فيها يكون لها حضور على مستوى البطولات كلها، وبالتالي نحن نفتخر فيهم. يعني سيراميكا بعد برز اسمه في البطولة صحيح المحترفين، فبالتالي انت تتكلم عن لاعبين وفرق تميزك ومن حقها ان تتواجد على المنصة، هي تعتبر المنصة الافضل بالنسبة لنا وهو كاس سوبر يعني. والحمد لله الاهتمام اللي موجود بكاس سوبر بدا من معالي الوزير دكتور اشرف صبحي الى الاخوة الشركة المتحدة واتحاد الكرة بالتأكيد والرابطة ما شاء الله يعني في الفترة الاخيرة، رغم ان الفترة الزمنية صغيرة بالنسبة لنا، لكن واضح عملية رغبتهم في ان يعملون نقلة. طمني على التذاكر، هل تم طرحها ولا لسه؟ وايه النصيحة اللي حابب تقولها للجماهير واسعارها لا في المتناول ام لا يعني؟ بالتأكيد التذاكر تم طرحها، والتذاكر كالعادة تطرح بدا من السعر ال 25 درهم كل مرة يعني محمد. لابد ان نحافظ على هالشيء بحيث انها تكون في متناول الجميع، وبعدين تبدا تفاعليا على حسب المكان والضيافة اللي تكون موجودة. اما بالنسبة للطرح فنعم طرحت من فترة طويلة، وبعد ما نسقنا مع الاخوة في الاتحاد على ثبات الفرق، وهذه كانت عنصر شوي يمكن لنا اول مره. نعم. فكان العمليه محتاجه شويه تنسيق عند الاتحاد، ولكن الحمد لله يعني كل الامور وضحت والفرق المشاركه وضحت وفريق سيراميكا اوريدي موجود. بس تذاكر مفتوحه للجميع يعني، مش تذاكر مخصصه لسيراميكا وبيراميدز و الكل نفس البطولات العالميه. نعم ومودرن. نعم. الفرق من حق كل تطرح نفس البطولات العالمية السابقة اللي تقام واللي يعمل فيها، يمكن ما شاء الله الأهلي قاعد يشارك في بطولات كأس العالم. نعم. وبالتالي عارف النظام، والأندية الثانية بعد في نفس النظام. نعم. تطرح مجموعة من التذاكر. نعم. من حق كل نادي تحجز له. نعم. في كل مباراة إذا حب إنه يشتريها يشتريها لجمهوره، أو يقول لا انا مش عاوز اشتريها تطرح لي الجمهور. نعم. ولكن في المباريات اللي تكون احنا المره هذه بما ان المباريات راح تكون في يوم واحد على نفس الملعب، نعم، بالتالي راح تكون التذكره تخول للمشاهد انه مشاهده مباراتين، مشاهده نعم مباراتين في نفس الوقت، بالاضافه الى ان شاء الله يعني بعد فعاليات مثل وجود المطرب الكبير حماي في النهائي ان شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا الصديق العزيز عارف العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الوطني والرياضي، وبالتأكيد هتكون بطولة أكتر من رائعة. سيبكم مع الفيلر ده ونروح لفاصل ونرجع عندنا مكالمات وأخبار هامة جدا.
اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. توضيح وتصحيح، كهرباء انذار واحد فقط، لانه كتير من التطبيقات كانوا نزلوا انه انذارين، لكن رجعنا موقع الفيفا بالفعل كهرباء انذار واحد، وبالتالي سيشارك في المباراة القادمة ان شاء الله. خلينا نرحب على التليفون بالكابتن حسين السيد، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك. كابتن حسين مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن احمد، ازيك، اخبارك ايه، كله تمام؟ والله الحمد لله يا كابتن شوبير، كل طيب. فل. قبل ما اسالك هقول لك خبر حصري، ماشي؟ اتفضل يا كابتن. نادي الاتفاق السعودي هو اللي عايز زيزو، وجيرارد مدرب الاتفاق السعودي الاول ما كانش عارف قصه زيزو، واستعان بصديق كابتن محمد صلاح، ساله عن زيزو، قال له ده لعيب عقليه محترفه رائعه، التزام، منضبط، حاجه جميله وزي الفل. قال له انت بتسالني فانا بجاوبك على زيزو، وبالتالي جيرارد عنده قناعات كاملة وتم دلوقتي بزيزو. أنا بقول لك خبر لحضرتك، ماذا أنتم فاعلون؟ والله انت بتقول لي خبر اهو حصري. ايوه ليكم كل الساده المشاهدين. والله بص يا كابتن شوبير، انت عارف انا لا بتاع لف ولا دوران، ودوم دايما وصريح. الملف بتاع زيزو بالتحديد مع كابتن حسين لبيب، اي حاجه هيقدر يفيدك فيها كابتن حسين لبيب هو الوحيد اللي يقدر يقول لك ويتكلم عن الملف. بس انت حضرتك احد المشرفين على كره القدم بنادي الزمالك، معاك ومتفق معاك يا كابتن شوبير، بس انا مش مصرح ليا ان انا اتكلم في الملف ده بالتحديد. تمام، لو سالتني على اي حاجه تانية اجاوبك فيها والله من غير. طيب ماشي، لكن في ناس بتتكلم على زيزو، مظبوط الكلام؟ إيه، العالم كله بيتكلم على زيزو. طيب. يعني السعوديه والخليج وفي انديه برضه في اوروبا بتتكلم على زيزو من ساعه. طيب. ما كنا موجودين كلجنه يا كابتن شوبير. نعم. سنه 21. نعم. وبرضه الولد ووالده الحاج مصطفى يعني متمسكين، ودي حاجه كويسه جدا واحساس جميل منهم دايما ان هم متمسكين بنادي الزمالك، فدي حاجة طبعا محطوطة في الاعتبار وما نقدرش ننكرها. بس اللي معلوماتي ان والده عايزه يحترف. بالتأكيد كابتن. نعم. شوبير انا بقول لك يعني انا بقول. نعم. الانطباع بتاعهم، انما ده ما يمنعش ان هم عايزين طبعا يشوفوا لو في فرصة احسن ليهم بره، سواء في اوروبا او سواء في دول الخليج او السعودية او اي دولة عربية. نعم. طبعا ده من حقه هو يفكر في الاتجاه ده. نعم. واحنا برضو من حقنا كنادي ان احنا طبعا نحاول نحافظ على ابنائنا. ده بالتأكيد، انا بس حبيت اقول الخبر لحضرتك وما رضيتش اقوله في المقدمة لما تكون موجود معايا. كابتن حسين، الجماهير الزمالك الآن في حالة شغف تعرف ما هو الجديد، قصة رفع القيد، لأنه معلوماتي أن الدنيا بتقرب وأنه في مجهود كبير جدا بيبذل في هذا الملف. نبدأ بالملف ده الأول. ده حقيقي فعلا في مجهودات كبيرة من ساعة ما جينا، وكانت كلها دايما يا كابتن شوبير بتتبلور حول موقف التقسيط أو الجدول. نعم. يعني بنروح بعروض وبيرد علينا بعروض، فبنعدل. نعم. الكلام وبنشوف ايه الامكانيات ونقدر نعمل ايه. نعم. لان انا كطرف ماديين عايز اوصل لاقصى حاجه ممكنه واقصى استفاده. صحيح. ممكنه عشان اقدر استفاد. نعم. عشان اقدر اشغل فلوس يعني بمعنى. نعم. صح. وهو كنادي داين عايز برضو يوصل لاقصى درجه ممكنه، فبنحاول هو بيقرب خطوه وانا بقرب خطوه، هو يقرب خطوه انا اقرب خطوه وهكذا. نعم. فان شاء الله يعني قريب قوي ان شاء الله الناس تسمع خبر كويس باذن الله في الاتجاه ده وفي الموضوع ده. اذا الامور اقتربت بشده باذن الله، وده الخبر السعيد الاول بالنسبه لجماهير الزمالك ان شاء الله يا كابتن. في المقابل كابتن حسين، التفاوض مع لعيبه طالما انه فتح باب القيد اقترب والازمه دي بتنتهي اللي بقالها سنوات بيعاني منها نادي الزمالك، هل بداتوا التفاوض مع عدد من اللعيبه تحسبا لرفع عقوبه ايقاف القيد؟ بص يا كابتن شوبير، مش تفاوض بمعنى كلمه تفاوض. هو جس نبض الى. نعم. ان لان احنا برضو يعني ايه ناس بنحاول نلتزم بكلمتنا. انا ما اقدرش. نعم. اقعد مع لعيبه واتفاوض معاه واتفق معاه على اتفاقات وبعدين اعلقه معايا وبعدين اجي في الاخر لا قدر. نعم. الله ما يحصلش نصيب والقيد ما يتفكش. نعم. فيبقى اسمي ايه، ما لا ما بحب الشكل بيبقى وحش في الحته دي. لا احنا اول ما القيد يعني في حاجه اسمها يعني نسميها ايه دي، جس نبض، مرحله. نعم. جس نبض. نعم. وافقات مبدئيه من بعيد لبعيد كده، فلان قلان الكلام ده كله اوكي. اول ما نفك كده يا جماعه نقعد مع بعض. فهي احنا في مرحله ايه، جس النبض. اول ما القيد يقف تاكد ان شاء الله ان كل حاجه هتتعلن يا كابتن. اول ما القيد يتفك منتظر خلال قد ايه يا كابتن حسين؟ يعني انت عندك القيد ان شاء الله في يناير، المفروض عندي شهر يناير كله ممكن عشان بس العب فيه تبدا تشتغل على مفاوضاتك بقى، طالما انت مقلق ان انت تبدا مفاوضات مع اللعيبه. يعني ان شاء الله كل دوت يكون في يناير يا كابتن احمد.
ما انا عارف يناير، ما يناير من 1 يناير ل 30 يناير. ما انا نعم انا بفصلها لك يعني الاسبوع الاول يعني الاسبوع الاول من يناير ممكن تكون ازمه ايقاف القدم. لا والله يعني ممكن نقول في الاسبوع الثاني من يناير يا كابتن. طيب كويس. ده هل من ضمن اللعيبه اللي بتجس نبضهم عمر كمال عبد الواحد، خصوصا ان انا قلت في المقدمه انه الاهلي اقترب بشده من ضم عمر كمال عبد الواحد؟ لا بص يعني بامانه وكل امانه لا مش في لسته جس النبض بتاعتي. مش في لسته جس النبض. خلاص ريحتك اهو. لا والله انا عشان الناس بس تعرف. والله يا كابتن حسين يعني طيب هل في لعيبه من بره يا كابتن حسين، هل في لعيبه سابقين لعبوا للزمالك ممكن يعودوا؟ وبتكلم بوضوح على اشرف بن شرقي. بص بقى بصراحه بكل وضوح كل اللي انت بتقوله ده وارد. كل ده وارد. بدون بقى ايه يعني بدون ما نخش في تفاصيل، بدون ما نقول اشرف بن شرقي ولا فرجاني ساسي ولا نقول الاسماء دي خالص من غير ما تسمي. هو دايما بيقول لك سمي الاول بس. احنا لازم نسمي. طيب كابتن حسين، الفرقه بشكل عام وموضوع المدرب، لانه في كلام كتير حوالين المدرب، كابتن معتمد مستمر، كابتن معتمد مش هيكمل، كنت عملته عقد مؤقت مع كابتن معتمد جمال، دايما المدرب المصري مع اول هزيمه اقول لك لازم يرحل، الراجل عامل شغل بشكل جيد. ملف المدرب الاجنبي برضه كلمه وكل وضوح. نعم مفيش يعني انا نفسي كحسين ما بحبش حته كل ما مدرب يخسر كابتن كبير بصفه عامه يعني. نعم ثاني يوم المجالس الادارات تقول لك ندعم ونعيد الثقه ولا مش عارف نعمل ايه الثقه، نجدد الثقه. يا جماعه احنا بناخد قرار مبدئي يعني مش عايز اقول ما بنرجعش فيه، احنا بندعم الكابتن معتمد كل الدعم لنهايه الموسم، والناس متهيألي وصلت لها الرساله دي وفهمتها واستوعبتها. فانا مش كل مباراه اخفاق بقى او فوز او الكلام ده كله هتعملوا ايه في المدرب؟ هتعملوا في المدرب؟ احنا مع الكابتن معتمد وجهازه الفني حتى اخر الدنيا. طيب موضوع القضايا الكتيره اللي بتواجه نادي الزمالك، هل ما سمعناه بالفعل 22 قضيه وعدد كبير جدا، ولا الكلام كان شويه في نوع من انواع المبالغه؟ لا بص العدد الفعلي معايا، انما انا العدد الفعلي اللي واقف للقيد معايا. يعني انا مع العدد الفعلي ككل دي مع الاستاذ عمرو ادهم، انما انا معايا العدد الفعلي اللي هو ايه غير شيكابالا؟ بص يا كابتن اللي واقف للقيد 1 2 3 4 5 6 نادي كاراكاس اللي هو كان له سامسونج واحد ورعايه سامسونج نعم وثلاث مساعدين فيريرا ايوه وقضيه اشيمبونج ايوه ولشبونه ايوه ودي الهم الثقيل نعم ونادي وادي دجله رعايه دي خلصتوها دي خلصتوها ودي سويناها بالظبط كده. دول اللي واقفين القيد بالفعل اللي واقفين لك القيد يا شباب، دول اللي انتوا بتخلصوا فيهم دلوقتي بالظبط كده. طيب كابتن حسين، بدا البعض ينتقد ويهاجم مجلس الاداره، ممكن حضرتك تقول لي ماذا قدمتم عشان يبقى في رد قدام الناس يا كابتن حسين؟ اقول لك برضو باختصار نعم اللي احنا بنقدمه ما هو اللي مش كل الناس بتعلمه. نعم واحنا مش بنحب نعمل ايه يا شوبير كل ما نعمل حاجه نطلع معلش بس انت عارف الناس يعني مستعجله فبرضو عرف الناس يا كابتن. ما انا برضو التعريف دوت مش عايزين ناخده بالحته. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش النهارده مثلا زي مثلا موضوع وادي دجله لما رفعنا اللي بتاع وادي دجله. هل احنا هللنا وطلعنا قلنا يا جماعه مبروك علينا احنا عملنا مش عارف ايه؟ لا بنلم كل الحاجات دي كلها عشان الكابتن الرئيس النادي كابتن يعني مثلا القبض بقى بشكل مستمر منتظم بالنسبه للعاملين في النادي يا كابتن الشوبير. انا اسف معلش جايز تكون الحاجات ديت او بعدين انا برضو اعذرني انا اسف مره ثانيه كانت تكون حاجات جامده جدا لغيري انما بالنسبه لنا دي بديهيات ودي اساسيات ان الموظفين يقبضوا اول الشهر بس انتظم بس نقول ان القبض انتظم العاملين بقى يقبضوا الموظفين بقى يقبضوا ما بقاش المشكله دي موجوده داخل النادي يا كابتن. ما هو بص اللي مش لازم اطلع اقول يا كابتن انا قبضت في ميعادي ما انا موافقك والله بس الناس الناس اتعودت بس والله يا شوبير الناس اتعودت بس ان انا لما اقبض في ميعادي يبقى انا عملت انجاز لكن ده موجود خلاص الحمد لله ده انتظم تماما. حسام المندول حسيني، هل بالفعل هناك قرار باستبعاده حكم قضائي ولا برضو كل ده لا دي جلسه يوم في شهر مش عارف كام في يناير لسه جلسه في يناير 14 خد بالك يعني انا برضو الحته دي ما بتابعهاش قوي لان احنا يعني او انا بالتحديد يعني بتاع شغل بس الحته القضائيه دي لا تعنينا ان احنا شغالين
نعم. حته بقى الاحكام والكلام ده كل ما بيصل يطلع حاجه نهائيه. نعم. ادينا هنشوف ساعتها وقتها ايه الكلام. اخر سؤال يا كابتن، انا عندي مباراه زمالك وفيوتشر، عندي اصابات كتيره جدا، حالتين بلع لسان ليوسف حماده حارس المرمى، هشام فؤاد المدافع، جرح شين غرزه لعلي نوفل، انس وائل عنده اصابه بكدمه، والدنيا كانت صعبه شويه، بس الحمد لله طمنونا على الحالات كلها، كانت مباراه مع مودرن فيوتشر. طمنا اكتر يا كابتن من فضلك. بص يا كابتن، يعني دي كانت النقطه الاساسيه، انا اسف يعني طبعا بمداخلتي. فضل. الفكره كلها ازاي انا يا كابتن شوبير، كلنا لعيبه كوره، انت ازاي متخيل ان انا العب مباراه ناشئين مواليد 2005 ويطلع عندي اربع لعيبه، اتنين بلع لسان واتجاه في المخ ومحجوزين في المستشفى وتحت الملاحظه لبكره الصبح عشان نطمن على الاولاد، ربنا يطمن عليهم يا رب. 21 غرزه، 21 غرزه لحضرتك، وزي ما قلت واحد اصابه بكدمه في الركبه ودوت يعني برضه يعني يمكن اخفهم. المشكله بقى مش في كده بقى شوير، المشكله حضرتك ان الحكم المباراه وكل دي التحامات خلي بالك مش خناقه، يعني للناس تتخيل مثلا او تتصور ان احنا كان في ماتش مصارعه او ماتش ملاكمه او كان في خناقه حصلت في الملعب، لا دي احداث طبيعيه، احداث سير مباراه. والحكم ما حطش ايده في جيبه وطلع انذار لحد. انت متخيل ان انا بوصل لضربات الجزاء بعد المباراه بلعيب واقف يقول لي الجون بتاعي اتعور؟ فين بقى نشتكي لمين يا احمد؟ هل حد يقول لك احنا بنتبع اللوائح والقوانين؟ فين هي بقى اللوائح والقوانين وهتجيب لي حق ازاي؟ احنا بنعد ملف طبي بتقارير طبيه لحاله كل لاعب، وانا اقدم تاكل لاتحاد الكوره ولجنه الحكام واي جهه مسؤوله في كره القدم عن كره القدم في مصر. نتمنى الناس تبص شويه لمسابقه الناشئين، ده اذا كان عايزين يهتموا بالكوره في مصر لازم يهتموا بمسابقات الناشئين. حقك تماما انك تدور على حقك. اللي بيحصل فيها المهازل دي، بلعب مباراه يا كابتن احمد واربعه في المستشفى والحكم ما اداش حد انذار. حقك تماما، ما حدش يقدر يتكلم، اي حد بيدور على حقه. اخيرا فتوح، الباب اتفتح؟ والله برضو الحته دي انا ما عنديش فيها جديد. لا عندك. يعني انا تحت والله العظيم وحياتي عندك عندك. وحياتي عندك عندك. وحياتك عندي، انا ما عندي علم. الفكره كلها ممكن، لان انا بسمع برضو والله يا شباب، في فلان بيتكلم من بره وفلان بيتوسط من بره. انا بكلمك على اللي انا اعرفه كمسؤول. غير كده لا، انما اللي بره هو حر يقعد زي ما هو عايز، ما عنديش فكره. لكن الامور افضل من الاول. والله هي افضل، لان الناس مع الوقت يعني الدنيا بتهدى، يعني الناس عرفت اتجاهاتنا وهو عرف اتجاهاته والامور كلها ماشيه في الاتجاه الصح، فطالما احنا ماشيين. هل نفس الامر بينطبق على صبحي ولا لا؟ الكل سواسيه يا كابتن عندنا. نعم. مش هنفرق. نعم. يعني بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسين السيد، عضو مجلس اداره النادي الزمالك. قلت لكم الحلقه مليانه اخبار وموضوعات، فاصل ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. نعود الى النادي الاهلي ومسيره النادي الاهلي في بطوله كاس العالم بعد فوزه في المباراه الاولى على اتحاد جده 3-1 وعرض رائع طوال المباراه، ثم هزيمه امام فلومينينسي البرازيلي عرض رائع في الشوط الاول، ثم غياب التوفيق في الشوط الثاني،
والان الاهلي تحدد له مباراه المركز الثالث امام فريق اوراوا الياباني بعد خساره اوراوا امام المان سيتي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. خلينا نرحب على التليفون بنجمنا الجميل ومدربنا الكبير القدير كابتن حسام البدري المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي ومنتخبنا الوطني والمدير الفني الحالي لنادي الزوراء العراقي. مساء الفل عليك كابتن حسام. مساء الفل يا كابتن شوبير. وحشني جدا، طمني عليك. او انت الله يخليك يا كابتن شوبير. الحمد لله الله يخليك. الاول طمني على صحه الوالده الفاضله. والله يعني دعواتكم ليها، هي ما زالت في العنايه المركزه دلوقتي ما يقرب من شهر كده، وبنامل من ربنا كده ان الحاله تتحسن ان شاء الله. ودعواتكم ليها ان شاء الله. حضرتك رجعت مخصوص من السفر، قعدت معاها فتره لدرجه انك كنت بتفكر تعتذر كمان على استكمال مهمتك والبقاء بجوارها. بالفعل انا يمكن رجعت مصر لما سمعت ان هي دخلت العنايه المركزه، وقعدت خمس ايام وكنت بفكر طبعا ان انا اعتذر لنادي الزوراء عن استكمال المشوار، لكن الفتره دي مهمه جدا فرجعت، وان شاء الله في توقف يوم 31 باذن الله عشان بطولة اسيا. العراق هتشارك في بطولة اسيا، هنشوف الامور ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله ان هي تكون في صحه جيده ان شاء الله. لان انت عارف طبعا الوالده بتبقى غاليه جدا. طبعا طبعا الواحد بيبقى مشتت طبعا. ربنا يخليها لك يا رب. كابتن حسام، رغم الخروج من بطوله كاس الاتحاد الاسيوي لكن هناك حاله من الرضا، خصوصا الفوز في المباراه الاخيره على الرفاع البحريني، ولحد الثواني الاخيره انت كنت شبه متاهل لولا الهدف اللي جه في الوقت بدل الضايع في المباراه اللي كانت في يعني في المقابل، لكن بشعر ان هناك حاله من الرضا في العراق في الوسط الرياضي عن نتائجك وعن ادائك وعن عروضك مع نادي الزوراء. طمنا. والله الحمد لله، يعني يمكن الوضع في نادي الزوراء افضل كتير، وانا عاوز طبعا اوجه الشكر برضه للاداره لان في مجهود كبير جدا. نعم. وفي نفس الوقت الشكر الكبير جدا لجماهير نادي الزوراء، لان جماهير نادي الزوراء دعمت بشكل كبير جدا. نعم. ليا، وفي نفس الوقت الاشاده منهم بالمجهود اللي بيتعمل، وبرضه المجهود الكبير من اللعيبه اللي موجوده معايا. نعم. بصراحه انا بشيد باللعيبه اللي موجوده معايا ودورهم واصرارهم على ان احنا نحط نادي الزوراء في وضعه الطبيعي. فكل الشكر طبعا للجماهير والاداره واللعيبه المميزه اللي موجوده معايا. على راس قياده النادي كابتن فلاح حسن، واحد من الاسماء المرموقه العظيمه في تاريخ كره القدم العراقيه والعربيه. يا كابتن حسام وكابتن شوبير طبعا من الشخصيات المميزه جدا. نعم. جدا في التعامل. شخص راقي جدا طبعا في التعامل، وعنده فكر كبير، وفي نفس الوقت محب جدا جدا لنادي الزوراء وجماهير نادي الزوراء. صحيح. وهنا يعني يمكن كل مجلس الاداره بصراحه والعاملين معايا ليهم دور كبير جدا، وانا عاوز طبعا اوجه الشكر للجهاز اللي موجود معايا والعاملين اللي موجودين معايا، لان بيبذلوا جهد كبير جدا. نعم. انت عارف ان انا معايا احمد صديق من مصطبه احمد صديق. نعم. ومعايا محمد معد بدني، ومعايا هادي سعيد. نعم. اداري محل الاداء. نعم. طبعا ليهم دور كبير جدا معايا. طيب كابتن حسام، خلينا نتمنى لك التوفيق يا رب دايما، واكلمك على النادي الاهلي. اسالك على بكره، على ماتش الاهلي واوراوا بكره اللي هو الجمعه المباراه القادمه، عرض رائع امام اتحاد جده 90 دقيقه، عرض ممتاز لمده 45 دقيقه امام فلومينينزي، والان كل جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي بتنتظر بكره اللي هو بقول عليه اللي هو يوم الجمعه القادم، يعني مباراة الاهلي واوراوا. شايف ماذا ينقص النادي الاهلي للحصول على الميدالية البرونزية؟ ملاحظاتك على اداء الفريق. والله يا كابتن شوبير انا عاوز طبعا اوجه كل الشكر للعيبة النادي الاهلي على ادائهم، وفي نفس الوقت بقول ان النادي الاهلي ظلم، يعني انا لسه يعني بفكر في مباراة النادي الاهلي ظلم في مباراة فلومينسي. نعم. البرازيلي النادي الاهلي له ضربة جزاء أكيدة في الدقيقة 6. نعم. وأنت حتى لو ما أعرفش عندك الإمكانية إنك تعيد. للأسف. هنجيب الصورة. نعم. إنما في الدقيقة 6 كهربا ليه ضربة جزاء صحيحة 100%. وطبعًا أنا بستغرب إن الحكم المميز ده إزاي الكرة دي عدت عليه، وضربة الجزاء دي لو كانت اتحسبت للنادي الأهلي كانت غيرت فجر المباراة خالص. في نفس الوقت ضربة الجزاء اللي حسبت على النادي الأهلي انا بقول ان فيها شك كبير جدا جدا جدا. ويمكن انا كنت لسه بعيد فيديوهات كده وبتفرج، يمكن
مارسيلو تعامل مش يعني بخبرة اللعب بخبرة وبخبرات. وانت لو شفت ضربة الجزاء تاني هتلاقي ان بيرسيكاو هو بيتعامل مع مارسيلو، مارسيلو اللي حط رجله قدام بيرسيكاو يعني ما عاوزين نقول زي ما يكون يعني دبسه في ضربه الجزاء. نعم. لكن المفروض ما كانتش عدت على الحكم. فالنادي الاهلي ظلم ظلم كبير جدا، وفي نفس الوقت النادي الاهلي اضاع فرص كثيره جدا. ويمكن انا قبل المباراه دي يا كابتن شوبير كان ليا تصريحات قلت هذه المباريات لا تحتمل الاخطاء صحيح ولا تحتمل اضاعه الفرص. صح اللي حصل، النادي الاهلي ضيع فرص كثيره جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت يمكن ادى شوط مميز، لكن عندنا مشكلة كبيرة جدا بتواجه النادي الاهلي وهي هو التنشيط الهجومي. التنشيط الهجومي عند النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي لما بيأدي مباراة كويسة او اشواط كويسة بالذات في المباراة الكبيرة بتجد ان النادي الاهلي اما بيبقى عاوز ينشط الناحية الهجومية لا عنده صعوبة كبيرة جدا في تنشيط الناحية الهجومية. اذا كان عندنا عناصر مميزة زي كهربا زي بيرسيكاو زي الشحات، لكن لما بتيجي تعمل تنشيط للناحية الهجومية بتجد صعوبة كبيرة جدا جدا. وفي نفس الوقت في هناك في بعض الاحيان النادي الاهلي برضو بيلعب بطرق طبعا جيدة، لكن في بعض الاحيان اللعيبة دي بتبقى محتاجة تغيير في طريقة اللعب. اذا كنت انت بتلعب باثنين ديفندر وقدامهم واحد، الواحد ده لابد يبقى مركز 10 10، ما يبقاش 9.5 يعني. فاهم الفرق فنيا ان احنا بنتكلم ما بيبقى في لعيب 9.5 بيبقى في صعوبه بالذات في الاشواط الثانيه اما بيحصل انخفاض بدني للناس المميزه او الاساسيين عندك الخط الاساسي زي بيرسيتاو زي كهربا زي الشحات، بتبقى محتاج لاعب مركز 10 9.5، لان 9.5 بيبقى محتاج ان اللعيبه اللي قدامه دي تبقى اللياقه البدنيه عاليه عندهم القدرات البدنيه. الكلام اللي على انه الاهلي بتنخفض لياقته في الشوط الثاني، طب ما هو الاهلي هو الاهلي اللي لعب مباراه اتحاد جده وعمل 90 دقيقه كامله من افضل ما يكون، هل هناك بالفعل في انخفاض في اللياقه البدنيه ولا ده ارهاق ولا دي ظروف مباراه يا كابتن حسام؟ لا طبعا الفتره الزمنيه يا كابتن شويت بين المباراتين الفتره الزمنيه ما بين المباراتين قليله جدا، فبالتالي اذا كان في نشاط بدني في مباراه اتحاد جده فده كان واضح جدا، والنادي الاهلي قدم مباراه مميزه واسعدنا واسعد الشعب المصري كله. لكن لما حصل طبعا مباراه ثانيه في فتره زمنيه قليله حصل انخفاض بدني واجهاد بدني وكان واضح على اللعيبه جدا، فبالتالي تعويض الانخفاض البدني ده لابد يبقى عن طريق الطريقه شويه. ايوه يعني انت لو انت يعني انت لو حضرتك مدير فني النادي الاهلي تلعب بطريقه ايه وتشكيله ايه الماتش اللي جاي يا كابتن حسام؟ لا انا الماتش الجاي الماتش الجاي في صعوبه كبيره جدا، لان لابد كولر كمان يتفرج على فريق اورول اليابانيه دي، لان اعتقد ان ادائها قدام مانشستر سيتي مختلف ادائها. النهارده انا اتفرجت على المباراه في تحفظ، بيلعبوا بطريقه دفاعيه بيلعبوا في نص ملعبهم وبالذات في الثلث الدفاعي بكثافه عدديه كبيره جدا. هل ده الاداء اللي هيبقى النادي الاهلي؟ ما اعتقدش ان اداء قدام النادي الاهلي هيبقى بنفس الاداء. هيبقى الجيم مفتوح شويه، هيبقى بيلعبوا بطريقه فيها توازن وفي برضه ضغط هجومي على النادي الاهلي في بعض الاحيان، فهتجد الطريقه مختلفه. فعلشان كده انا بقول ان طبعا كولر لازم هيتفرج عليهم كويس طبعا، وهو عنده القدره انه يحدد الطريقه الانسب. المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي كويسه، بس ارجو طبعا ان يبقى في اختيار للعناصر اللي هي غير مرهقه بدنيا، حتى لو انت عندك عناصر اساسيه ممكن توفرهم للشوط. يعني انت مثلا بتتكلم على الشناوي وعلى هاني وعلى ياسر وعلى منعم وعلى علي معلول، شايف ان دول اوكي ولا ممكن يكون في تغيير في هذا الخط؟ لا طبعا اوكي، والبدائل انت لو شفت حد مرهق شويه ممكن رامي يخش مكان ياسر. تمام ايوه يعني هي في اضيق الحدود. طيب في نص الملعب بنتكلم دايما في مروان عطيه وامام عاشور، وبيلعب بالتالت ساعه مره كوكا ومره اكرم. طبعا انا بتكلم في الحته دي بقى. انت لو هتتكلم في خط النص بنتكلم ان مروان عطيه موجود بشكل كويس، طبعا هو واضح ان في برضه يعني استبعاد لديانج شويه نتيجه انخفاض مستواه في المباراه الاخيره، او هل يكون هناك اصابه وغير جاهز بشكل كويس؟ لا هو مش مصاب، هو مش مصاب. لا يا مش مصاب، يبقى في الاحياء في يبقى ممكن انت تبدا بديانج مع مروان عطيه وتشوف انت اسلوبك هيبقى ازاي. هل انت اسلوبك عاوز بقى
تقدر تنشط الناحيه اللي قدام، وهتبدا برضه بكهرباء وبرستا والشحات. نعم. هل انت محتاج 10؟ نعم. اللي هو قفشه، ولا محتاج امام عاشور في الاول؟ نعم. اللي هو 9.5 او 8 اللي بيكمل. هي دي النقطه الفارقه، وممكن تقسم المباراه. ممكن ده لو ابتدى في البدايه يبقى الشوط الثاني الراجل الثاني اللي بينزل عشان يؤدي الدور، وان شاء الله يبقى في مكسب، فتبقى انت بتعاوز تحافظ على المكسب ده مع تعزيز المكسب و يعني تسجيل اهداف اخرى. كل دي هي الافكار اللي بتبقى عند المدير الفني، وبناء عليها بياخد قراره في البدايه بتبقى ازاي، والشوط الثاني بيبقى ازاي، وتقسيم المباراه، والخصم اداؤه هيبقى عامل ازاي. بتلعب ثلاث مباريات في فترات زمنيه قليله جدا، حاله اللعيبه عندك القدرات الفرديه اللي موجوده عندك. في واحد بيبقى طبعا لعيب اساسي، لكن انت ممكن تيجي تقول ان انا مش عاوز اقول اسماء، انما ما ينفعش واحد من اللعيبه الاساسيه اللي موجوده يلعب ثلاث مباريات في خلال اسبوع. ايوه. فبالتالي ممكن يبقى عنصر تاني، وبالذات النادي الاهلي بيواجه مشكله كبيره جدا في التغييرات الهجوميه. التغييرات الهجوميه او البدائل اللي عندنا النادي الاهلي مش زي الاساسيين اللي موجودين. في فارق شويه. فكل دي بتبقى قرارات عند المدير الفني وتقسيم المباراه. اعتقد ان كولر دي يعني بيقعد يذاكر وبيقعد يتفرج، وبناء عليها بياخد قراراته. يعني كابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني والنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. فاصل ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. طيب في البدايه كنت بتكلم على النادي الاهلي، وجبت كابتن حسام البدري بيتكلم وبيحلل تحليل فني عن المباراه ورؤيته لمباراه الاهلي وراوا الحقيقه. وعاد تاني الكلام انه الاهلي له ضربه جزاء صحيحه، وشكك في ضربه جزاء نادي فلومينينسي. انا قلت لكم يعني كان في اراء كتيره فيها، لكن كنت بتكلم على الكابتن جهاد جريشه بالتحديد، حكمنا الدولي السابق. يعني بالكابتن جهاد الحقيقه انا بس ليا نصيحه ليه، يعني نصيحه اخ، يعني انه دائما وابدا بحس انه في المباريات الهامه بالنسبه للفرق المصريه كلها بلا استثناء يعني بيروح في سكه تانية خالص. انا احب ان انت تقول اللي انت شفته عشان بس تبقى القصه واضحه، لكن في دايما حاجات بتبقى واضحه يا كابتن جهاد. يعني انا هحاول اجيب لك لعبه النادي الاهلي والدفع، بس يجيبوها لنا كده اخواتنا جوه بكذا مرحله كده من الصور، للاسف ما عندناش الحقوق، وتشوفها حضرتك وتقول لي هو انت بنيت قرارك على اساس ايه. ضربه جزاء في لومينينزي صح، خلاص تمام اوكي. ضربه جزاء الاهلي مش صح ليه؟ هو وحتى ساعات الكابتن جهاد ما بيطلعش في قنواتي، يقوم جاي طالع على صفحته عشان يتكلم. هي لو تعرفوا تمشوها لنا كده بالصوره بتقنيه الصور تبقوا ابطال، لكن الدفع موجود في الظهر والكره لسه ما وصلتش للراجل. يعني هو دفع كهرباء عشان الكره ما توصلوش. فالتعمد هنا يا كابتن جهاد واضح جدا. انا احب انك تبقى فير، واحب انك تقول بمنتهى الامانه والوضوح، لكنه خليك فير على الجميع. انا يعني القصه هنا بتبقى صعبه شويه، والله انا بقولها من قلبي يعني للكابتن جهاد. ما احبش ان انا اسمع كلام كويس انه بطل، كويس انه ما بقاش يحكم، انا ما احبش اسمع ده، لانه دول وجهات مصريه جيده يعني. طيب خلينا نمسي على السيد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري. مساء الخير يا كابتن رجب، ازاي حضرتك؟ ازيك كابتن شوير؟ ربنا يخليك يا رب. طمنا الاول الاحوال ماشيه ازاي في النادي المصري، الفوز الاخير على نادي الزمالك بالتاكيد يعني اطفى هدوء وثقه على اللاعبين وعلى الجمهور وعلى الاداره وعلى كل المنظومه. الحقيقه هو سكواد عالي جدا عمله النادي المصري نعم السنه دي، واعتقد انه رايح لتحقيق طموحات جماهير النادي المصري ان شاء الله. نعم. طيب ما احنا عارفين ان سكواد عالي وعارفين انه رايحين للطموحات، لكن انتوا نفسكم بتتعاملوا ازاي؟ لانه حصلت بعضا من الازمات، مثلا ازمه مروان حمدي، وصلتوا لحد ايه في الاخر فيها؟ هل هناك انفراجه ولا القرار بعرضه للبيع هو قرار نهائي؟ هل وصلت لكم عروض بالفعل بعرض اللاعب للبيع؟ يعني هو او اسف عروض للاعب لشرائه، متاسف. الموضوع على طاوله مجلس الاداره بيتم دراسته بعناية جديدة جدا. ما بنفرطش في حقوق جماهير النادي المصري والتجاوزات في حقوق النادي، في حقوق الجماهير غير مقبولة طبعا زي ما حضرتك عارف. انما التصرف في الموضوع ده ما زال
محل دراسة من مجلس إدارة وهنتصرف فيه بشكل يحافظ على حقوق النادي إن شاء الله. هل النادي بيفكر في دعم جديد في يناير المقبل خصوصا مع تحسن موقفه في بطولة الدوري العام أو في جدول المسابقة؟ بقت مباراة المصري دلوقتي بالنسبة لأي فريق عامل خوف شديد جدا للحالة الطيبة اللي فيها النادي المصري. أكيد خلال ساعات هتكون هناك جلسة تجمع الاستاذ كامل ابو علي نعم. مع الجهاز الفني وان شاء الله هيتم حسم بعض الصفقات الجديده اللي نعم. الفريق محتاجها. احنا برضو بالمناسبه دي بنوجه كل الشكر والتحيه للاعيبه الفريق بيتحملوا المسؤوليه، عندهم هدف ان شاء الله يتحقق، عندهم طموحات كبيره نعم. تتناسب مع حجم وطموحات جماهير النادي المصري. استاذ رجب، قصه ايزي ايميكال لانها انتشرت خلال الفتره الاخيره وان اداكم مهله اسبوعين وفسخ التعاقد ومستحقاته، وصلتوا لحد فين؟ ويمكن انتوا الحقيقه المجلس ده بالتحديد ما عندوش مشاكل مع حد خالص، كل المشاكل قديمه سوتوها مدربين لاعبين ويعني بداتوا على نظيف زي ما بيقولوا يعني. لا هو الحقيقه احنا ما زلنا بنسدد في مستحقات كتير للعيبه ما نعرفش عنها حاجه وما شفناهاش وقضايا مرفوعه والكلام ده، كل الكلام ده بينتهي ان شاء الله. انما خلينا نتكلم في موضوع ايزا ايميكا اللي مصعب الامور قوي كده، ده شغل وكلاء لاعبين. نعم شغل وكلاء لاعبين، اصل انذار، اصل مش عارف ايه، اي لاعب في اي نادي بكل مستحقات. وايزا ايميكا استمر خلال الست سنوات اللي فاتت ما فيش ادنى مشكله مع ايزا ايميكا خالص. نعم اي حد له مستحقات، إذا كان المجلس الحالي بيدفع مستحقات لاعبين ما شافهاش وما عرفش عنها حاجة، ده صحيح، ما فيش شكاوي، وده سيل من الشكاوي كان موجود وأرقام كبيرة جدا، مش عاوز أقول لحضرتك أرقام فلكية تحملها توعية الأستاذ كامل أبو علي عشان يحل مشاكل. نعم فما أعتقدش إن إحنا نروح لمشاكل سواء مع يعني وصلتوا اتكلمتوا معاه، وهل هو بيتمرن ولا ساب التمرين ولا الدنيا إيه؟ لا 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 مستمر في التمرين وموجود، ويمكن حضرتك شفته كان أساسي في مباراة الزمالك الأخيرة، وده الغريب جدا. ما هو انا بقول لحضرتك وباكد لجماهير النادي المصري ان ده شغل وكلاء لاعبين، وكلاء لاعبين بتحاول. طيب ايزي يعني حضرتك بتقول ان ايزي ايميكا مستمر وانه مشكلته هتتحل، كل حاجه هتتحل ان شاء الله خصوصا الامور الماديه ان شاء الله في طريق الحل. استاذ رجاء، قبل بس ما اقفل مع حضرتك، الاستاد الجديد اخباره ايه بسرعه كده تقول لي؟ الامور ماشيه بشكل جيد جدا وبتتم متابعته وفي دعم غير مسبوق من البنى شغال. البنى شغال، البنى شغال بشكل سريع جدا وفي متابعه بقول لحضرتك مستمره من اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد. بشكرك شكرا جزيلا استاذ رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس اداره النادي المصري. فاصل ونرجع تاني. الاسبوع اللي فات توفى لاعب اسمه رافائيل دوامينا، وهو لاعب غاني محترف في الدقيقة 24 وهو بيلعب الماتش، ودي للأسف مش أول حادثة. بالنسبة لتوقف عضلة القلب أثناء اللعب، بنشك في حاجة اسمها أريزميا أو لخبطة الكهرباء بتاعت القلب أثناء ممارسة الرياضة. اللي بيحصل إن هو بيبقى بيلعب في الماتش عادي خالص، وهو بيلعب في الماتش بيحصل اختلال للكهرباء. لما بيحصل اختلال للكهرباء القلب بيفقد وظيفته كمضخة للدم، كهرباء بتلخبط فبيحصل حاجة اسمها رفرفة بطينية، القلب بيبتدي ما يضخش الدم وبالتالي بيحصل هبوط في الدورة الدموية واللاعب بيسقط في الملعب نتيجة اختلال كهربة القلب. هي دي الرسالة اللي احنا بنحاول نوصلها. هل الموضوع ده ممكن ان احنا نتفاداه؟ طبعا ممكن نتفاداه لو عمل فحص دقيق قبل ما يمارس اي نوع من الرياضة، سواء اللاعبين الهواة او المحترفين. بنعمل كشف كامل على القلب، وبنعمل رسم قلب وموجات صوتية على القلب، وبنشوف لو في أي حاجة بتظهر غير طبيعية في رسم القلب أو الموجات الصوتية أو أثناء الكشف بنحاول نعالجها علشان نتدارك إن يحصل أي مشكلة أثناء اللعب. ده نمرة واحد. لو قارنا بين حالة محمد عبد الوهاب ورافائيل دوامينا اللي للأسف وفاتهم المنية وهم في الملعب وتوفوا، عن حالة إريكسن اللي أنقذوه وطلع من الملعب وهو فايق تماما، ايه سبب ان إريكسن كانت فرصته احسن من محمد عبد الوهاب ودومينا؟
ان اريكسن الناس لما نزلت التقمت طب عربائيه القلب بيرجع ضربات قلبه تنتظم والكهرباء تمشي بشكل طبيعي. الحمد لله دلوقتي الطب الرياضي تقدم جدا في مصر وبقينا معظم المنتخبات، يعني انا لاعب في منتخب مصر الماسترز الخماسي الحديث، عندنا في الاتحاد الخماسي بنعمل كل الفحوصات اللازمه قبل ما امارس اي نوع من الرياضه، وده موجود في معظم الاتحادات المصريه. فطبعا لازم يكون في شهاده معتمده من دكتور متخصص قبل ما تمارس اي نوع من الرياضه سواء كنت محترف او كنت هاوي. كل الشكر الدكتور موسى نصيف. الحقيقه معلش بنفكركم بالاوجاع والالام ومحمد ابو هاب عليه رحمه الله، لكنه ده مهم جدا، وكل فتره هعمل حاجه كده عن الطب الرياضي لانه الوقايه خير من العلاج، وعندنا تقدم زي ما قال الدكتور موسى كبير جدا في الموضوع ده، لازم نشتغل عليه بقى خلاص، لانه في لحظات ما بين الحياه والموت، الاعمار بيد الله، مش عايزه كلام، لكن كلنا لازم ناخد بالاسباب. مره تانية بشكر دكتور موسى وبشكر استاذ ماهر ابو طالب اللي اتاح لنا ان احنا نعمل هذا التقرير. بنبارك لمنتخبنا الوطني الناشئين لكره الطايره تحت 17 سنه بعد ما فازوا باللقب في ليبيا، فازوا على ليبيا 3-0. بشكر كل المجلس الاداره وكل البعثه وكل اللعيبه، الحقيقه احمد عبد الباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزه ياسين وزياد غنيم، مروان متولي وزياد حنيدق واحمد يوسف وابراهيم احمد وفادي حنفي ومهند ربيع والمدير الفني كابتن احمد السيد وبيرسي اونكن المشرف العام ومحمد مدبولي المدرب واحمد الماحي المدرب ومحلل التقني والدكتور عبد الرحمن غانم ومحمد فؤاد ابو حسين والكابتن هاني فكري حكمنا الدوري. بيراميدز خسر ومعرفش خسر ليه، هو انتوا ناقصكوا ايه؟ كل حاجه موجوده عندكم يعني، ومتعادل هناك تروح تخسر في نوازيبه 2-0 وتتعادل في سان داونز 0-0 نتيجه طيبه، وتخسر النهارده من سان داونز تاني 1-0 ثلاث مباريات لا تسجل اهداف، مسجل هدف وحيد في اربع مباريات امام مازيمبي هنا، وده اللي حفظ له شويه من اماله. بيراميدز لابد وان يفوز على مازيمبي في مازيمبي، التعادل خلاص بيراميدز خرج، مازيمبي 7 سان داونز 7 نوازيبه 4 بيراميدز 4. بيراميدز فيما لو تعادل هيبقى 5، هيبقى مازيمبي 8، خلاص المواجهات المباشره لصالح مازيمبي، يبقى سان داونز كمان يكفي التعادل في مباراه من الاثنين هو كمان لان المواجهات المباشره لصالحه. هل غياب الجمهور فارق للدرجه دي مع فريق بيراميدز؟ طب ما المقاولون العرب طلع ما كانش عنده جمهور وفاز بافريقيا وفاز بالدوري وفاز بالكاس وفاز بكل البطولات في مصر. المواجهات المباشره اذا بيراميدز فاز هناك اوكي، لكن اذا تعادل خلاص بيحسبوا المواجهات المباشره، هيبقى خلاص وصل 8 تبقى بيراميدز كسبان مازيمبي، عفوا اسف بيراميدز بيراميدز كسبان مازيمبي، يبقى التعادل لصالح بيراميدز بس ربنا يستر. ماشي تعادل اوكي، بس هو يكسب نوازيبه هنا. عموما كل التمنيات القلبيه ان شاء الله لبيراميدز انه يعود بتعادل او بفوز من هناك، ماتش نوازيبه هنا هيبقى مقدور عليه. ندعو ونتمنى ان شاء الله لكل الفرق المصريه بالتوفيق باذن الله. كده تمام، نقول سلام.